استاذ نجاح الموجي، من فضلك تقول لي فؤاد المهندس بالنسبه لك ايه؟ فؤاد المهندس بالنسبه لي دي ستيفانو بتاع تمثيل الكوميدي. دي ستيفانو هو اعظم لاعب في العالم؟ لا، هو لاعب مجري كان بيتميز بالاخلاص الحرفنة والاستاذه في الكوره، وخد شهره عالميه كبيره قوي. دي كلها صفات متوفره في الاستاذ فؤاد المهندس في نظرك؟ متوفره بدقه. مين بيليه الكوره؟ بيليه المسرح؟ بيليه المسرح لحد دلوقتي لسه ما جاش. عظيم. انت تعلمت حاجه من فؤاد المهندس؟ تعلمت قيمه من قيمه المسرحيه؟ يعني يقال او معروف عن الاستاذ فؤاد المهندس ان هو في عز مجده كان بيقف جنب الجيل اللي بعديه وبيشيلهم على اكتافه كده، وطلعهم منهم عادل امام، ومنهم سيد زيان، فاروق فلوكس، صلاح السعداني، وماهر تيخة ده هاجر. وكان لما يقف جنب الفنانين دول تحس ان اخ اكبر او اب واقف يفرش لهم عشان هم يقولوا الافيهات، وإذا حد فيهم قال الإفيه وما خدش للادي ويخرجوا بره يزعق له انت ازاي، ما بعكس اخرين بيقفلوا على اخرين. يعني ايه من فضلك اخرين بيقفلوا على اخرين؟ يعني في فنانين اخرين غير الاستاذ فؤاد المهندس بيقفلوا على فنانين اخرين غير عادل امام وسيد زيان وفاروق فلوكس. يعني يعملوا ايه بالظبط؟ اصل يمكن التعبير ده تعبير يفهموه بتوع المسرح، لكن انا بتصور ان المشاهد العادي في البيت عاوز يعرف نجاح الموجي قصده ايه. لا والله، المشاهد العادي بيبقى قاعد في الصاله وفاهم التقفيل وفاهم ان ده بيحاول يمنع ده ان هو يقول وكده، تبقى واضحه على الوش. لكن فؤاد المهندس ما عندوش هذه الانانيه على الاطلاق. بقول لحضرتك بيطلع بره يتخانق مع الفنان اللي يقول الافيه وما يجيبش، يتخانق معاه يقول له انت ليه ما قلتوش كده، انت اصلك ما عملتش كذا، انت اصلك كده، يعني مع ان الافيه بتاع الفنان التاني ومسؤوليته، انما هو بيحس ان هو اب روحي دي ستيفانو بتاع الملعب. الخط البياني لفؤاد المهندس في صعود في هبوط في ايه بالظبط؟ هو ما حصلش هبوط، يعني ممكن نقول انه ايه، جه مرحله كده ووقف لاسباب كتيره خاصه بالاستاذ فؤاد، ان هو بينتقي اعمال عايز يعملها ما بيلاقيش حاجه يعني تقابل ذاته من جوه، انما ما حصلش ذبذبه، وممكن نقول ان ده الوحيد في جيله اللي خطه البياني منزلش خالص. حتى في أفلامه السينمائية الأخيرة مثلا، اشتغل فيلم مع عادل إمام ونادية الجندي اللي هو خمسة باب، للأسف يعني وده ما تعرضش كتير، أنا شفته فيديو. فؤاد المهندس إحدى الصخور الثلاثة اللي في الفيلم، واقف جنبهم كويس قوي وبيعمل الدور بدقة متناهية. هل ترى في أحد مسرحياته انتكاسة ما؟ مش عارف ايه المقصود بالانتكاسة. انتكاسة يعني في خطه البيان المسرحي. انا عشان اصدر مثل هذا الحكم لابد ان اكون قد رأيت جميع مسرحياته. انا شفت بعضها في الاول خالص وشفت اخر مسرحياته، فان كان في تشابه بين ما رأيت واخر ما رأيت فلا اظن ان هناك انتكاسة من اي نوع. عظيم. استاذ انيس منصور، انت صاحب 6 مسرحيات: الاحياء المجاورة، حلم كشيف علام، جمعية مين قتل مين، جمعية كل وشكر، جمعية كل وشكر، وكلام لك يا جارة، وسلطان زمانه. من فضلك ومثل لك الأستاذ أمين الهنيدي مسرحيتين، ألم ترى نمطا ما في مسرحياتك يمكن أن يؤديه فؤاد المهندس وأنت صاحب العبارة الرشيقة عنه أنه المركة المسجلة للضحك الراقي؟ حاول لحضرتك حاجة، مسرحية حلمك الشيخ علام أصلا أنا كتبتها وفي ذهني اني بتخيل فؤاد المهندس يقوم بدور البطوله. فعلا حصل. نعم، وافتكر ان انا قابلته في مبنى الاذاعه القديم، يمكن كنت محتاج لمجهود اناقشه او ما اعرفش، قابلته دقائق واديته المسرحيه، يعني لا اديتها له بشكل كويس ولا بصوره مقنعه، ما اعرفش. نعم، وفؤاد المهندس اخذ المسرحيه واعتقد بشكل ما رد لي المسرحيه، هل هي بالصوره اللي هو شافها يعني ما تنفعش، او ان نسبة الضحك او ضحك او كمية الضحك قليلة وهاوز يضحك اكتر، هل هي عظم من غير لحم، هل يعني ما عرفش. فكان من نتيجة ده ان انا عرضت هذه المسرحية
على الأستاذ أمين الهنيدي. وأعتقد أن أمين الهنيدي بقدراته الهائلة على الإضحاك بالصوت والحركة أفلح تماما في أن يجعل لهذه المسرحية هذه القدرة على إضحاك المتفرجين. يعني اسمح لي أقول لك أنه صراحتك في النقاش بتحرضني على سؤال لازم أسأله لك، ما هي حالة أمين الهنيدي الآن؟ برضو ده يقتضيني أن أنا أقول لحضرتك لازم أكون متابع لكل مسرحياته عشان أكون مؤهلا للحكم العام على كل أعماله. عظيم. لكن مش متابع أنا أمين هنيدي من وقت طويل، لكن لابد أن تكون مشكلة الممثل المقتدر زي أمين الهنيدي افتقاره إلى النصوص، أو ربما وجد النص لكن لم يجد الممثلين، أو وجد النص والممثلين لم يجد المسرح المناسب. لابد أن تكون له مشكلة ما، ولكنه كممثل قدير ليست له مشكلة. إذا سألتك عن فؤاد المهندس، هل شخصياته مرتبطة بالشارع؟ برضو نسأل الشارع، في شوارع كثيرة في مصر. نعم. في شوارع في الزمالك، وشوارع نعم. في مبابة، وشوارع في الصعيد، وشارع خلفية، والشوارع الخلفية. نعم. فمعرفش ايه الشارع، كلمة الشارع دي طبعا تعبير ظهر من القرن التسعتاشر. نعم. بقصد الرجل العادي. نعم. لابد انك تجد في مسرحياته وناس عاديين جدا، مقهورين مغلوبين. وأمين هنيدي وفؤاد المهندس بيمثل هذه الصورة، صورة الراجل الغلبان المغلوب على أمره الساذج، اللي بالغ فيها دلوقتي عادل إمام. تمام. عادل إمام بيمثل دور الشخص الضعيف البسيط المغلوب على أمره، زي مثلا ما كان عبد الحليم يمثل المسكين، جيمس دين يمثل المسكين. فصورة الشخص البسيط الساذج اللي مغلوب على أمره ولكن في الآخر بينتصر، أو زي ميكي ماوس أمام القط، ويكلها بمعنى واحد الشخص أو الإنسان الضعيف الحيلة ولكنه لم يفقد ذكائه. طبعا ممكن تلاقي عند فؤاد المهندس أشخاص كتير من الشارع، وإلا ما كانش إقبال الناس عليه. أستاذ نبيل الألفي، إذا سمحت في لحظة تأمل، هل تعتقد أن الدراسة الأكاديمية في المعهد تفرز لنا ممثلا موهوبا؟ على سبيل المثال إن أسماء كبيرة لامعة كفؤاد المهندس وعادل إمام لم يدخلا معهد، ومع ذلك فهم موهوبين. هل الدراسة الأكاديمية ضرورة ببساطة؟ هو يعني أنا معاك إنه يولد الإنسان موهوبا وفنانا، وإلا فلن يكونه أبدا. لكن طبعا كل موهبة بتبقى محتاجة لصقل. الصقل ده ممكن يتم من خلال معاهد، وممكن يتم أيضا من خلال الممارسة ومن خلال التجربة، لأن في كل ساحات الفنون، في الفن التشكيلي أيضا، بنقدر نجد رسام سيلف توت، يعني هو علم نفسه بنفسه، مسك الفرشة. لأنه طبعا المقصود هنا بتعليم الفن مش تعليم نظري فقط، وإنما هو يعني صقل ملكات التعبير عند الطالب. فطبعا يكونوا يمسك فرشة ويرسم كويس، دي مش مسألة انه يعرف نظريات الوان مثلا او تكوين، او مثلا واحد يبقى عنده تعريف للشعر كويس، او عنده شوية معلومات نظرية عن الشعر، مش 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 بالضرورة يبقى شاعر، يعني دي ما تخلقش من الشاعر شاعر. فبرضو نفس الشيء بالنسبة للموسيقى، يعني واحد يعرف شوية نظريات عن عزف العود، ما يقدرش بشوية النظريات دي يبقى عازف يعني. فهنا عملية الترينينج والتدريب من خلال مناهج ومن خلال معاهد متخصصة طبعا بيؤدي إلى مستوى عالي جدا من الفن. فلكن طبعا الساحة الفنية ميدان مفتوح، وبيبقى فيه يعني مجال للاجتهادات، وما اعتقدش ان في فن من الفنون يعني بيفرض انه فنان ما يطلعش زي فؤاد المهندس، او واحد مثلا يطلع مثلا من سكة زي اللي طلع منها زكريا احمد مثلا في الموسيقى او غيره. يعني الان الفن زي ما قلنا في الاول مسألة، يعني اما ان يولد الانسان فنانا، وإلا فلن يكونه ابدا. باسم الأمانة دي، تقدر تقول لي عن الخط البياني لفؤاد المهندس كفنان مسرح؟ لجدال أيضا أن فؤاد المهندس
رجل مسرح من الدرجة الأولى ومتمكن، لأنه فؤاد أحد النساك أو العباد في محراب المسرح. حلو، بس أنت ما جبتش على السؤال اللي هو الرسم البياني. الرسم البياني لخط فؤاد المهندس المسرح. ما هو أنا بعمل دي يمكن مقدمة. تفضل. مش قادر أهرب، مش قاصد أهرب من السؤال. تفضل. فؤاد المهندس في اعتبارا من السكرتير الفني، وانا وهو وهي وانا فين وانت فين وهالة حبيبتي اخر اعماله. نعم. انا بعتقد مش بالنسبة لفؤاد المهندس، بالنسبة لنا كلنا، الفرق بين فؤاد المهندس في رواياتي او الروايات او الروايات او الروايات هو فرق النص. فرق النص. فرق النص. جميل. لان فؤاد المهندس هو فؤاد المهندس. يعني اذا قلنا مع الفارق يعني الطباخ الفلاني اللي هو بيعرف يسبك الأكلة تمام كويس، لماذا هذا الطبق أحلى من ذاك الطبق؟ لابد أن اللحمة دي اللي جات له لهذا الطباخ لحمة بتله ممتازة جميلة فعملها لك طبق جميل. ولابد أن الطبق الآخر هو أقل قيمة من الطبق الأولاني، لابد يكون اللحمة جابوها له عجوزة مشغتة. طيب. لكن الطباخ هو ايده. تسمح لي اترجم الكلام ده؟ يعني معنى هذا ان في بعض المسرحيات لفؤاد المهندس في صعود وبعض المسرحيات في هبوط. مؤكد. وان السبب هو النص وليس فؤاد المهندس. بالضبط، وده ينطبق على جميع النجوم الكوميدي. تسمح لي اختار مسرحية واحدة من المسرحيات اللي في حالة هبوط دون ان تهرب من السؤال؟ كشرت ليه؟ عشان بتذكر. ما تكشرتش ولا حاجة. تذكر. انا مش همشي الا ما تتذكر. خلاص انا هديك للصبر. قلت لي بتقولي حضرتك قلت لي ان في مسرحيات في حالة صعود ومسرحيات في حالة هبوط، وكنت ذكيا وقلت ان المشكلة هي النص، وان فؤاد المهندس واحد كالطباخ الماهر. أيوة. اللي جات له لحمة بتلو والتانية لحمة عجوز. سؤال ايه تاني لو سمحت؟ انت مش عارف تفكرني بشرارة في نحس جالك مفاجأة؟ لا الحمد لله. مش لغاية السؤال تاني. ان فؤاد المهندس له مسرحيات في حالة صعود وله مسرحيات في حالة هبوط، زي المثل اللي انت قلته لي بتاع اللحمة العجوز واللحمة البتلو. اختار لي مسرحية لفؤاد المهندس يمكن ان يطلق عليها مجازا لحمة عجوز. ده سؤال مش كده؟ اكيد. ومطلوب جواب بالتأكيد. انا افضل